ايه اكتر حاجة من التصريحات دي عايز تعلق عليها وحاسس ان هي كانت غريبة بالنسبة لك؟ تصريحات للاهلي ولا على الاهلي ولا اللي انت عايزه، اللي جيجي في بالك اول ما سألتك كده. تصريحات. بص، يعني موضوع اكبر قلعة في مصر والكلام ده، يعني احنا بس عايزين نناقش حاجة مهمة. اتفضل. في فرق شاسع ما بين وصف وتشبيه، ان انا بشبه، يعني بقول شعار مثلا او بقول لقب لنادي، بوصفه او بشبهه او بقول رايي. يعني تقول لي مثلا الاسماعيلي صامبا مصر، برازيل مصر، انت بتشبه الاسماعيلي، مظبوط كده؟ ايوه. حلو كده؟ ايوه. تقول لي الزمالك مدرسه الفن والهندسه. حلو؟ انت بتوصف لعب واداء الزمالك. كلام جميل؟ بتقول الاهلي فوق الجميع. اوكي؟ ده من حيث الاهميه. مظبوط كده؟ لكن لما تيجي تقول وصف يبقى رايح في انجاز او بطوله او تاريخ او ارقام، ما ينفعش تقول لي طب ما الاهلي بيقول كذا، طب ما الزمالك سوري الاسماعيلي بيقول كذا، طب ما المحله زعيم الفلاحين، طب انت بتخلط الامور كده. انت فاهم؟ لما تيجي تقول حاجه مثلا تقول الاهلي بطل كاس العالم للانديه، ده رايي. ده مش رايي يا حبيبي، ماشي، ده تاريخ يا حبيبي. ماشي، بس الاهلي عمره ما كان بطل كاس العالم للانديه. ايوه، عمره ما هيبقى كده، عمره ما. فانت ما ينفعش تقول لقب او تقول وصف او تقول شعار او سلوجان زي ما الناس بتقول، يعني مرتبط بانجاز او بطوله او تاريخ او عدد، فاهمني، او رقم. طيب ما هو برضه ده هينسحب عليه فكره انه الاهلي بيتقال عليه اعظم نادي في الكون. مين الاهلي؟ جمهور. جمهور. كل اللي انت عايزه. اه. في فرق بقى ان انت كده بترسخ او بتوثق. ما ينفعش ترسخ او توثق حاجه ملهاش علاقه بالحقيقه. انت ممكن تقول احلى واحد في العالم ابراهيم، ده احلى، ده وجهه نظري. ماشي. لكن ما اقولش ابراهيم كان اول دفعته. لازم يبقى واقع. لازم يبقى واقع. ماشي. لان مرتبط ببطوله او مرتبط بتاريخ او مرتبط بانجاز. لازم ده يبقى واقع. فما يعني ناس كتير جدا تقعد تحلل او تتكلم او تقول لك ما اعرفش ايه، طب ما هو الاهلي بيعمل كذا، طب ما سوري الاسماعيلي بيعمل كذا، طب ما لا. طب في وجهه نظر تقول لك طب وما الذي يضير الاهلي او غيره لما الزمالك يقول على نفسه انا اكبر قلعه رياضيه؟ ما هو انت كمان عايز تقول قول على نفسك انا زي اكبر قلعه. انا وانت في جامعه واحده. حلو؟ يعني ممكن اقول لك حته صغيره. في ناس كتير بتطلع تقول على نفسها انا رقم واحد. حبيبي ده رقم واحد. اللي عايز يقول رقم واحد من وجهه نظره هو حر. التقييم. التقييم. لكن انت ما ينفعش تقول لي انا اول دفعتي. ما ينفعش تقول لي مثلا ايه انا كنت جايب 90% في الثانويه العامه. ماشي، بس هو ما قالش انا اول دفعتي، هو قال انا اكبر قلعه رياضيه، فقال أيوة لك انا. ما هي دي مرتبطه بايه؟ الموضوع ده مرتبط زي ما قلت لك بالانجاز. يعني اكبر حاجه، اقدم حاجه. يعني انا اقول النادي الاهلي مثلا. بس هو ما اعتقدش ان هو ربطها بالانجاز. واعتقد ان هو ربطها من حس عدد الالعاب اللي بيشارك فيها بحاجه، يعني طب ما نيجي نحسبها رؤيته رغبته. خلي بالك بس، من حق اي حد في الدنيا ان هو يشوف اي حد بيحبه في احلى صوره. ماشي. حلو؟ ماشي. من حق اي حد. لكن انا اعتراضي بس على ايه؟ على حته ان انت بتربط حاجه زي ما بقول لك كده بالانجاز او بطوله او الارقام او التاريخ. الاهلي اعظم نادي في افريقيا، مظبوط كده؟ ماشي. حلو جدا، رقميا وبطولات وانجازات وكل حاجه، مظبوط. ينفع الاهلي يقول انا اقدم نادي في مصر في كره القدم؟ اه، بس هنا الاقدميه ده لازم تبقى واقع. طب ما هي نفس الكلمه. اكبر قلعه لازم تبقى واقع.